انتهت اليوم فعاليات القمة الطارئة لوزراء الخارجية العرب بتأكيد رفض الجامعة العربية لما يعرف باسم صفقة القرن. وأكد وزير الخارجية المصري في كلمته أن مصر تتمسك بموقفها التاريخي بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما قال أنه لا ينبغي فرض حقائق على الأرض، وأن شرعية القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم. مزيد من التفاصيل. بصرف النظر قبلنا أو ما قبلنا، القضية اليوم في زمن خطر، هكذا أنذر الرئيس الفلسطيني وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد أن صارت صفقة القرن واقعا. وكانت نتيجة أنه فعلا يريدون ردا على تلك الصفقة، ستتخفف السلطة من أعباء حملتها لها اتفاقات سلام سابقة ثم مزقها من وقع عليها وقدم صفقة القرن، غيب فيها الفلسطينيون وجردوا من حقوقهم. لا يعني ذلك إلا أن يعود الفلسطينيون شعبا أعزلا رازحا تحت الاحتلال وعلى عاتق المحتل تدبير معاشه وأمنه. قال الرئيس الفلسطيني إنه قطع كل صلة بإسرائيل وكل اتصال بواشنطن، ورفض استلام الخطة التي كانت تصله تفاصيلها المربكة، وتمنع عن نقاش أي بند، وقاطع الرئيس الأمريكي وقد استحالت واشنطن خصما لا راعي سلام. قال الكثير لكنه لم يجزم قاطعا بأي شيء. بدأ أن الرئيس الفلسطيني جاء إلى قمة جامعة الدول العربية باحثا عن ظهير يسنده ومستكشفا لمواقف عربية ملتبسة لم تقبل ولم تملك جرأة الرفض أيضا. رفعا للحرج طلب من العرب الذين يستنجد بهم أن يقولوا إن سئلوا بأنهم يقبلون ما يرضاه الفلسطينيون ولا يوافقون على ما يرفضونه. لا تجلب استقرارا أو تقيم. ذاك ما بدأ أن البيان الختامي للاجتماع قد استقر عليه، فخرج رافضا للصفقة. عدلت القاهرة مثلا من موقفها الغامض السابق ودعت لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، لكن جدية المواقف تبقى محل اختبار، وهناك عواصم دعمت الخطة في بواكير إعدادها وتعهدت بتمويلها. لا يعرف إن كان خطاب الرئيس الفلسطيني غضبة عابرة مواعيدا لن ينفذ، وقد رددته السلطة في أكثر من مناسبة كلما ضاق حالها. يقول الفلسطينيون إنهم الآن مهددون بفقدان كل شيء، لا يملكون إلا أن يستشرسوا في الدفاع عما تبقى. الحق ينتزع والهبات الشعبية تنفس عن الغضب، ولا تجدي دون اشتباك مع المحتل ودون عصيان مدني ودون وحدة صف ومشروع وطني للنضال. ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أهلا بك معايا سيادة السفير، ونبدأ من بيان جامعة الدول العربية اليوم وبيان أيضا الخارجية المصرية اللي أكدوا هما الاثنين على رفض خطة ترامب وعلى التمسك بالموقف التاريخي العربي. هل نقدر نقول يا فندم أن الموقف العربي الآن موحد لرفض خطة ترامب رغم حضور 3 من سفراء الدول العربية لمؤتمر إعلان ترامب للخطة دي؟ لا، يعني أنا مش من الذين ينادون بمواقف يعني فوتوكوبي، يعني مش ده المطلوب. ما فيش مانع أبدا أن يكون هناك تباين بين المواقف، لكن المهم الهدف واحد، وهو أن الجميع متفقون على أنه لا يمكن تحقيق حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية بأن يفرض طرف كل رغباته متجاهلا مصالح الطرف الآخر. وبالتالي سنجد أن الموقف العربي وفقا ما تابعنا الخطب اليوم في الاجتماع وزراء الخارجية تباين بين دولتين أو أكثر قليلا أيدوا أو رحبوا بالموقف الأمريكي كنوع من تشجيع الولايات المتحدة على أن تستمع إلينا، وجانب آخر عكسي يرفض تماما أي نقاش مع الولايات المتحدة. والجانب الوسط، وأظن مصر قادت هذا الاتجاه، يرحب بكل مجهود يبذل من أجل تحقيق الحق الفلسطيني
حسب ما جاءت في كل مقررات الشرعية الدولية وحسب ما يقبل القانون الدولي. وأظن الرئيس أبو مازن قال كلمة مهمة جدا، إن فليأتوا لنا بأي قرار، أي قرار صدر خلال الخمسين سنة الماضية من الشرعية الدولية وسنقبل به. لأن الحقيقة الواقع إن الموقف الأمريكي المساند لنتنياهو وليس لإسرائيل موقف شاذ وغير مقبول من كثير من عقلاء إسرائيل نفسها من تصريحاتهم ولا من عقلاء الولايات المتحدة. اليوم هناك تصريح للرئيس الأمريكي السابق كارتر بيعتبر أن لا سبيل لحل القضية بالطريقة التي طرحت بها في المبادرة الأمريكية الإسرائيلية. لهذا أنا أرى في البيان العربي الذي صدر اليوم متوازن، يأخذ في الاعتبار كل الجهات، ولا ننسى كدبلوماسيين أننا لا نريد أن تنفرد إسرائيل بكل انحياز الولايات المتحدة أكثر من ذلك، لأن عصرنا رئاسات أمريكية كانت أكثر معقولية سواء في فترة الرئيس كارتر أو غيره، ووصلت دولتان على الأقل وهما الأردن ومصر إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يحترم الحدود ويحترم سيادة الدول. لكن هنا بعض العقلاء حتى من اليهود والإسرائيليين يقولون أن هذا اتفاق يضر بمستقبل إسرائيل ذاتها ولا يأخذ مصلحة إسرائيل في المستقبل. كيف يمكن أن نتصور دولة تحتل الجولان وتخلق عداء متواصل مع شعب سوريا 20 مليون وتخلق أعداء في داخلها من الفلسطينيين؟ إذن ربما يكون الحل الدولة الوحيدة أفضل، وهنا سوف يتخطى التعداد العربي التعداد الإسرائيلي. هي أنا أرى أنها مغامرة. طب سيادة السفير، يعني اتفاقية أوسلو تم توقيعها في 1993 ومن وقتها لغاية دلوقتي والاستيطان مستمر، تدمير الدولة الفلسطينية وتدمير كل مقاومتها مستمر، يعني على أرض الواقع إيه الخيارات المتاحة أمام العرب؟ أوسلو خلقت سلطة فلسطينية بعد ما كانت جولدا مير بتقول أنا لم أسمع بشيء اسمه الشعب الفلسطيني. أوسلو جعلت الفلسطينيين بدل ما كانوا لاجئين في تونس انتقلت سلطة فلسطينية ممثلة في ياسر عرفات والآن في أبو مازن، على الأقل تستطيع أن يدرك العالم أن هناك فلسطينيين يقيمون على أرض فلسطينية ومن حقهم أن نستمع إليهم. أنا مدرك مشاعرك ومدرك أن طبعا منذ أوسلو وما قبلها وما بعدها لم يحدث تنازل إسرائيلي حقيقي بالاعتراف بالدولتين، ولكن نحن لدينا الآن 5 أو 6 مليون فلسطيني يعيشون على أرضين يستطيعون التحدث باسم بلدين. كل القوى العالمية أو غالبية العالم ساندهم عندما طرحت قضية القدس على الأمم المتحدة. وإذا كان الوضع أن إسرائيل يعني تستقوي بنفسها وتستقوي بالولايات المتحدة، فالدرس التغيرات الدولية يقول لنا أنه لا يوجد قوة تستمر قوة دائمة، وانهيار حائط برلين مثال وانهيار الاتحاد السوفيتي مثال آخر، لا تبقى قوة قوية على مدى الدهور. وأتصور أن مجرد الصمود العربي المساند للصمود الفلسطيني مع بقاء الفلسطينيين قوة واحدة، انظري بعد 20 سنة من اليوم أنا أعتقد أن إسرائيل سوف تكون في موقف أسوأ بكثير مما عليه لك. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. وانضم إلينا من إستونيا عبر خدمة سكايب أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح والمساواة. أهلا بك معايا أحمد، ونبدأ من كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري النهاردة اللي إعادة التأكيد مرة أخرى على موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية على عكس البيان الأول اللي صدر وقت إعلان ترامب عن خطته وقت المؤتمر. يعني خلينا نبدأ من قراءتك لموقف المصري اليوم. البيان طبعا كان صادم، وخصوصا البيان الأول كان صادم، وخصوصا أنه هو خرج متطابق تقريبا مع البيان الإماراتي وليس بعيدا عن البيان السعودي، ولكن باستثناء أن المملكة العربية السعودية جلالة الملك عملت اتصال مباشر
بالرئيس الفلسطيني، أكد في موقف المملكة العربية السعودية الطويل في مساندة القضية الفلسطينية. ولكن البيان بتاع النهاردة بتاع وزير الخارجية المصري بيعود إلى يعني النموذج الخارجية أو النموذج الطبيعي للدور المصري وخارجيته. المشكلة الأساسية إنه البيان بتاع معالي السفير سامح شكري النهاردة ملوش أي علاقة بالعقلية اللي بتدير الملف. اللي أعتقد إنه العقلية اللي بتدير الملف أو اللي بتدير الأمور في مصر هي أقرب للبيان الأول عن البيان اللي تلاه سامح شكري. بيان سامح شكري هو للجمهور العام، للمواطنين المصريين المستائين من بيان ضعيف في لحظة تاريخية فاصلة زي ده. ولكن اللي يصدق فعلا هو التسريب اللي عمله موقع المنصة لرسائل الواتساب اللي بترسلها الأجهزة الأمنية أو يعني أحد أفرع الأجهزة الأمنية للسادة رؤساء التحرير ومسؤولين وسائل الإعلام المختلفة، واللي بيضبط التون الإعلامي المصري. وزي ما احنا شايفين يعني على الشاشات وعلى المواقع وفي الصحف ان التون المصري ما هواش تون تصعيدي، وإنما تون بيحافظ على تقريبا نفس الأفكار العامة اللي قالها البيان الأول. يعني بمعنى نشوف ونسمع وما نتسرعش في اتخاذ قرار وما إلى ذلك. وبالتالي يعني ما يطلبه المستمعون، لو المستمعون في جامعة الدول العربية وفي دول زي الجزائر واليمن والسعودية والمغرب وفلسطين، يبقى البيان الرسمي المصري هيبقى يسعد المستمعين اللي في القاعة دي. لو خلف يعني الأبواب المغلقة، أعتقد إن السياسة العامة المصرية أقرب للسياسة الإماراتية السعودية، واللي أعلنت في البيانات الثلاثة الأولى اللي صدرت فور انتهاء المؤتمر الصحفي اللي عمله، أو يعني الإعلان اللي عمله الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بس أحمد، يعني لو رجعنا للبيان النهارده ولكلمة وزير الخارجية، الحقيقة إن الكلمة برضو كانت على عكس تماما، على عكس خطة ترامب. يعني هو ذكر مثلا القدس الشرقية على عكس خطة ترامب بقدس موحدة عاصمة أبدية إلى إسرائيل، وذكر حدود 67 على عكس الخريطة اللي تم نشرها من حساب ترامب على حسب الخطة. فهل شايف ان ده برضو يعني مش يعني انت شايف ان هو ما يطلبه المستمعين، اللي هو الناس اللي قاعده بتسمع عايزه تسمع هذا الكلام، او الشعب عايز يسمع هذا الكلام، لكن ما فيش احتمال ان البيان النهارده يؤثر على العلاقات المصريه الاسرائيليه الامريكيه؟ لا 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 لا، العلاقات المصرية الأمريكية لا علاقة لها خالص، مش دي القضايا اللي بتغير الكيمياء في العلاقات المصرية الأمريكية. القضية الفلسطينية يعني مش ما هياش بذلك الدخول الكامل، يعني ما تأثرش بشكل كبير ما بين مصر وأمريكا. ولكن لا، انا مصمم على رايي شويه في انه ما يطلبه المستمعون. هو حاسه الاجهزه المصريه المختلفه ان الراي العام الاعظم في الجمهوريه مش مستسيغ فكره طب ما نناقش ونشوفه كده، خصوصا انها ما نناقش ونشوف ونسمع يعني تبدو أكثر اتفاقا مع وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية عن وجهة النظر الشعبية اللي المواطن المصري العادي تعود أن يسمعها عبر أكثر من 60 سنة. في النهاية الموقف يعني تقدر تقولي إن هو معقد للسياسي المصري، لأنه كمان في دول شريكة لمصر، دولتين من التحالف العربي الرباعي حضرت في وتم تحييتها، مش حضرت بس، مش حضرت بصفة مراقب، حضرت بصفة موافق، وهي الإمارات وعمان والبحرين. حضرت في لحظة الإعلان، حضرت سفراءها مش ممثلين عنها، مش أشخاص قريبين من السلطة فيها، سفراءها الممثلين في واشنطن.
حضروا وصفق لهم وقاموا، يعني مشهد موافقة كامل يعني. فالمواطن المصري لازم يقلق كتير لما يلاقي ان الحكومة المصرية تقترب من هذا المنهج او من هذه السياسة، خصوصا ان حلفاء مصر الاقليميين الرئيسيين بيشاركوا ترامب وفي وجهات نظره في قضايا مختلفة منها القضية الفلسطينية. بس أحمد، أنت برضو بتعيد وبتكرر على أن موقف الخارجية المصري أو الموقف الرسمي المصري اللي بيتم إعلانه زي ما احنا بنشوف على يعني للجماهير هو مجرد إرضاء للشعب أكتر ما هو موقف حقيقي. يعني ممكن الموقف يكون مختلف في الغرف المغلقة، لكن البعض بيقول أن الشعب المصري أصلا أو الشعوب العربية ما بقتش القضية الفلسطينية على أهم يعني أولوياته كما كانت في السابق. ايه رأيك؟ صحيح، القضية الفلسطينية يعني ما بقتش من القضايا الرئيسية، وأعتقد واحدة من المشكلات الأساسية الصورة اللي بتظهر في التقرير اللي يعني اللي بتظهر السلطة الفلسطينية. أنا مش شايف ولا شاب ولا فتاة فلسطينية موجودين في اجتماعات الأمة الفلسطينية اللي بتقرر، مع إن أنا متأكد وأعرف شباب فلسطينيين قادرين يعني ياخدوا مواقف أكتر. السلطة الفلسطينية الشائخة العاجزة صعب إنها تقنع المجتمع المصري اللي كل ستة اللي ستة من كل عشرة فيه تحت سن 29 سنة. الخطاب نفسه حتى الداخلي المصري والعربي خطاب مائع بيديك مشكلات ما بيديكش حلول لفترات زمنية طويلة، ودي قضية خطيرة وإسرائيل بتلعب بيها في الحقيقة وبتستفيد منها جدا. أعتقد أنه كمان ده بيحصل حتى في الداخل الفلسطيني، ويمكن فكرة الدولتين دول زي ما سعادة السفير بيومي أشار ما هيش فكرة مقبولة حتى عند صقور إسرائيليين كتير. كثير من الإسرائيليين من الصقور بيشايفين إنه فكرة دولة واحدة يهودية هي الأعم والأشمل، والفلسطينيين دول مواطنين يبقوا من الدرجة التانية وخلص الموضوع على كده. بس يعني تحدياتنا المصرية الداخلية، القمع، الأزمات الاقتصادية اللي الناس حاساها بس الدولة ما بتتكلمش عنها، الأوضاع الاجتماعية هي على الأجندة اليومية للمصريين أكثر من القضية الفلسطينية بالتأكيد. بنشكرك، كنت معنا من استونيا عبر خدمة سكايب أحمد سميح مدير مركز أندلس للدراسات التسامح والمساواة، شرفتنا يا أحمد.